امبارح من 10 ل 12 بالليل كان في سيناريو درامي وملودرامي الاثنين مع بعض، واحنا بنتفرج على مباراه مصر، والحمد لله مصر تصعد للدور القادم في كاس الامم الافريقيه بعد التعادل مع الراس الاخضر بنتيجه 2-2. وهنا واجب نتوجه بالشكر والعرفان لمنتخب موزمبيق الشقيق لمساعدتنا في التاهل لدور ال 16. ازاي مصر صعدت بعد التقدم بهدفين لهدف؟ قلنا خلاص ان احنا يعني صاعدين لا محاله، وان الحمد لله ربنا كرمنا، ثم بعدها بدقيقه نفقد الامل بالتعادل. في الوقت نفسه كان الماتش بتاع موزمبيق بتتعادل مع غانا بعد ما كانت خسرانه بهدفين، فالحياه ترجع تاني لينا وترجع للمنتخب ويتأهل. دي دراما ما بتحصلش إلا في الأفلام، لكن يعني علشان دعاء الوالدين وعلشان يعني الشعب المصري يعني أكتر حاجة بتفرحه هي الكورة، فربنا مرضيش إن هو يكسرنا كده بدري يعني، فإن شاء الله يا رب نكملها بالستر والنصر على طول. مصر صعدت بالثلاث تعادلات ونفس النتيجة مع ثلاث فرق المفروض مستوياتها مختلفة، دي حاجة محتاجة لتفسير. المدير الفني للمنتخب المصري محتاج تفسير، ده علامة استفهام كبيرة جدا. الحقيقة في قدرات لعيبة لكن مفيش فنيات مدرب، ومصر تأهلت فعلا بهدية حقيقية من منتخب موزمبيق. الهدية إن غانا اللي كانت متقدمة 2-0 وضمنت الصعود كتاني المجموعة راحت موزمبيق قلبت الطاولة وسجلت هدفين في الوقت بدل الضائع علشان مصر تاخد الهدية دي و يعني تحجز لنفسها مقعد التأهل لدور ال 16 من البطولة رغم التعادل الثالث على التوالي في المجموعة. في ثلاث لاعبين امبارح كانوا مميزين جدا، ويمكن انا بالنسبه لي امام عاشور وتريزيجيه ومصطفى محمد، وممكن بعدهم يبقى عمر مرموش. تريزيجيه من الحاجات اللي غريبه لناس كتير ان لاعب زي تريزيجيه يكون على دكه البدلاء حتى في غياب صلاح، لكن انا اعتقد ان ممكن ده يبقى توفيق ان هو بينزله في الشوط الثاني عشان يغير مجرى الماتش، وده بالفعل اللي حصل ان هو اخر ماتشين هو كان هو البطل اللي بيغير شكل الفريق. يمكن هو سجل التعادل وعمل اسيست حلو جدا، وبرضه كان جاب لنا التعادل وساعد بمصر لدور ال 16 وفاز بجائزه رجل المباراه عن جداره واستحقاق. اكيد كلنا نتمنى يكون عندنا 11 تريزيجيه زي لعيبه جيل 2006 جيل حسن شحاته، كانوش بيعرفوا الياس، ما بيعرفوش الا الجهد والعطاء، والبطولات مش بتيجي الا بكده. مصطفى محمد كان غير موفق، ولكن وجوده مهم جدا، تأثيره مهم جدا جدا، وفي أي لحظة هو قادر على صنع الفرق، وده اللي عمله بهدف التقدم. الأحلى إن هو احتفل بتيشيرت محمد صلاح علشان يوصل رسالة مهمة إن اللاعبين بيدعموه، وإن هم صلاح ما تخلاش عنهم زي ما استديوهات كتير قالت وناس يعني زاطت وقالت اللي يعرف صلاح عارف، أو اللي هم موجودين معايا عارفين حجم الإصابة وعارفين أهمية سفره للعلاج. مصطفى محمد سجل في أول مباراة وتاني مباراة ودي تالت مباراة، وهو أول لاعب يعمل كده مع منتخب مصر من نسخة كأس أمم أفريقيا سنة 2000. مصطفى كمان دخل سباق هداف البطولة في المركز الثاني وبيفصله هدفين عن صاحب المركز الأول. إن شاء الله مصطفى تحقق لقب الهداف بجانب البطولة يا رب إن شاء الله. إمام عاشور الحماس ثم الحماس ثم الحماس، قتالي يعني، لاعب عبارة عن كتلة من الحماس والروح القتالية والمهارة وتسديدات وصناعة فرص. يعني إمام عاشور امبارح عمل كل حاجة ممكنة
في الكوره لتاني ماتش على التوالي اكتر من 90 دقيقه بنفس القوه ونفس المجهود البدني ونفس الحماس. بنتمنى اكتر، وشكرا لكل لعيبه منتخب مصر، وشكرا محمد صلاح، شكرا تريزيجيه، شكرا مصطفى محمد، شكرا امام عاشور، شكرا كمان مروان عطيه، شكرا للجميع. في خبر مش حلو ان محمد الشناوي، يعني احنا كده خسرنا صلاح وخسرنا محمد الشناوي، ان هو الاتحاد اعلن ان استبعاده من البطوله بعد اصابته بخلع في الكتف. سلامتك الف سلامه، وان شاء الله ترجع اقوى كعادتك دايما. ومن المؤكد ان ابو جبل ان شاء الله هيكون هو الجبل القادم لحراسة مرمى مصر، والناس بتتفائل بأبو جبل عشان كان هو مقدم مستوى حلو في البطولة اللي فاتت، كان برضو قاعد احتياطي وكان وشه حلو. خلينا دايما نتفائل، وكل ماتش كل مباراة بمباراة. طيب ايه طريق منتخب مصر بعد الصعود لدور الستاشر، وايه المنتخبات اللي ممكن يقابلها؟ منتخبنا هيواجه تاني المجموعة السادسة اللي هو بنسبة كبيرة هيبقى منتخب الكونغو، وفي حالة ان احنا ان شاء الله نتخطى الكونغو في احتمال ان احنا نقابل منتخب غينيا الاستوائية في دور الثمانية يا رب ان شاء الله. خلونا ما نسبقش الأحداث وناخد البطولة خطوة خطوة، ونركز على المباراة الجاية إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي مع الكونغو الديمقراطية. لسه الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين عندهم أسبوع كامل عشان يدرسوا الفريق ويدرسوا الأخطاء اللي بيعملوها ويشتغلوا على الجمل. يعني احنا شفنا ثنائيات امبارح، اعتقد دي ثنائيات مهارات لعيبه وتفاهم مع بعض مش خطه مدرب. نتمنى نشوف بصمه للمدرب مع مهارات اللعيبه والهفوات اللي حصلت او الاخطاء اللي حصلت خلال ماتشات دور المجموعه الاول تتحسن ان شاء الله. كل التوفيق والامنيات الحلوه للاعيبه مصر ومنتخب مصر، مستنيين البطوله الثامنه يا رب ترجعوا لنا بالكاس، والاهم ان احنا نقدم لعب حلو يليق بمصر.